اهلا بكم متابعينا الكرام من محافظة الفيوم، متابعي تلجراف مصر، معاكم رشا جمال من محافظة الفيوم، والنهاردة تاني جلسات محاكمة قاتل الطفل حمزة. طبعا القضية دي هزت الرأي العام في محافظة الفيوم، وكان ليها صدى صعب ومؤثر على أبناء محافظة الفيوم وتحديدا أبناء قرية كحك بمحافظة الفيوم. متابعينا الكرام، طبعا داخل قاعة المحكمة يوجد والد الطفل حمزة، طبعا لحضور ثاني الجلسات داخل قاعة المحكمة، ووالدته بتنتظر الحكم طبعا بالقصاص العادل في مقتل لجلها. تفاصيل القضية والواقعة هي مقتل طفل عنده 11 سنة على يد أحد أبناء القرية عنده 23 سنة بعد اختفاء حمزة لمدة تقريبا 18 ساعة. بحثوا أسرته عنه وجدوه مهشم الرأس، فيه عدة طعنات ملقى على مصرف مائي. احنا مع أمه اللي قلبها مفطور عليه، البقاء لله. أنا بعزيكي، بقاء لله، الحمد لله يا رب. أم حمزة احكي لنا بقى إيه اللي حصل، تفاصيل القضية كلها. والله جايباه ما في أي حاجة، الساعة 11 وقال لي يا أمي أنا. القضية دي كانت في شهر كام؟ 8؟ شهر 8. 8، معلش أنا عارفة إن أنتِ منهارة. شهر 8. ربنا يصبر قلبك يا رب يا رب. طريقة الأكل كانت وحشة أوي. وحشه جامده قوي والله، صعب جدا. ما شفتوش، مرضوش يوروني، مرضوش يوروني. معانا الكرام طبعا ام حمزه قلبها مفطور على ابنها جدا. اي والله. حمزه عنده كام سنه؟ حمزه عنده 11 سنه. قولي لي بقى ايه السبب اللي هو خده؟ طمح فيه ان هو واخده ان هو يروح معاه ويجي، غدر بيه، غدر بيه، ما لقيش الا مغدور بيه. طبعا انه فاجئت ان عماله ادور عليه، ما حدش زل عليه. في ناس قالوا لي ده ايه، ده رائد مرمي في المصرف ورائد ميت في المصرف. ده بسببه ايه؟ مين اللي عمل فيه كده؟ في خلال 24 ساعة الضابط جاب حقه، في خلال 24 ساعة جاب حق حمزة. عرفوه ازاي بقى؟ عرفوه ان هو مهربد وشه. مهربد وشه؟ ايوه، مقطع وشه. كان عايزه بحاجه تانية وابني مرضيش، راح مموته. كان عايز يعمل معاه فعل مش كويس. ايوه. كان عايز يعمل معاه فعل مش كويس وابني راح مخربشه. ولد شاذ. ايوه. المتهم. طيب. متهم اهو. لما اتقبض عليه انت شفتي المتهم؟ شفتي؟ لا لا، ما شفتش حد. ما شفتوش. الجلسه اللي فاتت حضرت؟ ايوه معاها منى الجلسه اللي فاتت. والناس الاغباء قالوا لهم احجزوا ابوه علشان احنا نعمل القضيه ان الجلسه تخلص. هو جوه هيتسال في ثاني الجلسات، مفيش اي حاجه ان شاء الله باذن الله. انت لو حضرتي هتقولي القضيه ايه؟ انا عايزه حقي بالقانون، عايزه حقي بالقانون. انا سبته بقالي 8 شهور، النهارده بقالي 8 شهور كل يوم يعجلوا فيها. انا عايزه حقي بالقانون. انا عايزه الولد ده يتعدم زي ما عدم ابني. انا عايزه الاعدام له. شفت مين؟ هو لما اتضرب شفت حمزه؟ لا ما شفتوش، ما شفتوش. ازاي عرفت اهل الناس اللي هو سمعته وقال بني ادم ده سمعنا صوته؟ بس ما حدش راح له ونقذ ابني، ما حدش راح له. قال كان بينده يا حسين. هو بيستغيث؟ حد سمعه؟ في حد من الموجودين؟ لا لا، ما حدش موجود هنا، ما فيش حد موجود هنا. الناس دي كانت جيران هناك في الغيط وسمعوا ان هو ايه، ما حش عني يا حسين. ايه الوقت اللي اختفى فيه محمد؟ ما اختفى قد ايه يعني؟ ما لمعت قعد ان انا جايبها الساعه 11 ونص بالليل. طبعا قال لي يا وائل ان هلعب شويه، وائل اخوه هلعب شويه. قلت له بيلعب زي اي عيل بيلعب ويجي. طبعا ديك هي غدر بيه، قال له تعالى ايه، تعالى روح معايا، هنروح لحد الغط وهنرجع. راح غدر بيه، غدر بيه.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا حسين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا حسين، ربنا يديم منك بعدله، ربنا يديم منك بعدله يا حسين يا ابن كريمة. هل انت حلمت بيه؟ قال لي جاني في الحلم وقال لي انا عايز حقي يا امي، ما تسيبيش حقي، ما تسيبيش حقه، ما شفتوش تاني بقى ولا جاني في الحلم تاني. سنة خمسة كان هيخش في الارض مع والده وخليه. ايوه كان بيساعده ويعمل معاه كل حاجه. انت عندك اولاد قد ايه؟ معيش الا بنتين وولد. وهو اللي توفى دي كان الرابع بتاعنا. ربنا يرحمه. الله يرحم اسامه. ربنا يرحمه ويصبر قلبك يا رب. معايا وائل هنا اهو. اخوه؟ اخوه مفيش غيره. وائل مفيش غيره. معايا بنتي متجوزه ومعايا بنتي لسه عازبه. ربنا ينتقم منه، حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم الواقع كنت حاسه ان في حاجه زي كده؟ يعني كنت حاسه بحاجه متضايقه؟ لا ما كانش في اي حاجه طبعا. هو انت اخر مره شفتيه قال لك ايه ولا كان بيعمل؟ والله العظيم ولا اي حاجه، المهم ان هو راح معايا عند اخته، كنت جوزها كان جاي لي من السعوديه وقال لي يا امي انا اخد روحي معايا اخدك هروح معاك يا امي. صبرت بالتوك توك وخدته معايا وقعد ياكل ويشرب وجايباه ما فيش اي حاجه. الوليه نسيبتنا قالت لي خليه هنا. طبعا هو قال لي هلاقي حاجه انا هروح مع امي. كان احسان وهيناه. وشفت بقى الحظ والنصيب. شفت الحظ والنصيب. وجبت له وتقول لك ده هو ايه ده ميت ميت. طب هو ميت ميت ياخده ويموته وهو تقول لك جد ست تقول لك ده ميت ميت. شايفه يعني ان قضاء ربنا ايه؟ قضاء ربنا ان هو خده ودفنه في المصرف وهو قضاء ربنا ان هو ميت ميت. حمزه ميت ميت ازاي ازاي؟ ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب انصرني يا رب يا رب انصرني يا رب على عدو يا رب يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا حسين، احتسبت عليك بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا حسين. انت هتشوفي حمزه لدي هتقولي له ايه؟ لو هتشوفي حمزه تاني ما شفتوش تاني. لو سامعك هو هتقولي له ايه؟ اهو شفته ما شفتوش تاني خلاص عليك. لو سامعك بتزوريه؟ بزوره كل شويه. اقول له ان شاء الله هاخد حقك، باذن الله ما هسيب لك حقك. باذن الله ما. عايزين ناخد اعدام هو احنا عايزين القصاص. ربنا يصبر قلبك والبقاء لله ونعم بالله. نعم بالله هيبقى القصاص العادل في مقتل الطفل حمزه ابن محافظه الفيوم اللي اتقتل من احد شباب قريته، حاول التعدي عليه جنسيا لكن فشل، ولما حمزه طبعا رفض ده هدده بانه هيقول لوالده. الشاب خاف بدأ يهشم رأسه بحجر وضربوا عدة طعنات والأسرة وجدته في المصرف. متابعينا الكرام كنا معاكم من محافظة الفيوم رشا الجمال، بنشكركم متابعي تلجراف مصر.